ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما يميز طالب العلم هو مكتبته والعناية بمكتبته والشغف باقتناء الكتب النافعة. وأذكر أن بعض المشايخ وبعض العلماء باع بعض أثاث بيته حتى يشتري كتباً احتاجها، فباع بعض الأثاث الفرش فرش البيت حتى يشتري كتباً. وأذكر أنه في عام 1405 جاء معرض الكتاب الثاني في الجامعة الإسلامية، وكنت وقتها في الكلية ولم يكن معي مال، وكانت عندي سيارة جديدة فذهبت بها إلى حراج السيارات وبعتها حتى غضب علي بعض الناس، ثم اشتريت بجزء من قيمتها كتبا. فالكتب لها شغف ولها أهمية، فلا يزهد طالب العلم في اقتناء الكتاب النافع، بل ينبغي أن يحرص عليه. وقد كان السلف كما ذكرنا شيئا من النقول عنهم يعتنون بذلك عناية كبيرة، ويعيبون على الذي لا يعتني بالكتب ولا يهتم بالكتب والنسخ ويسعى جاهدا في اقتناء المفيد منها. نعم، تفضل يا شيخ.